وسهلا فيكم أصدقائي الأطفال من وين ما كنتوا عم تشوفونا بحلقة جديدة من برنامجكم ريمبو. أصدقائي بدي أذكركم نحن منطلع عليكم كل أحد وثلاثة وخميس على الساعة 5. طبعاً نحن اليوم حلقة نص الأسبوع، لازم تكثفوا اتصالاتكم وتتصلوا فينا كتير 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 لتشاركوا بكل المعلومات والأسئلة اللي ريمبو عم يطرحها عليكم، وكمان تدخلوا السحب نهار الخميس وتربحوا معنا الباور سكوتر. أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وفكروا كتير منيح بكل معلومة بخبرنا إياها ريمبو لناخذ إجاباتكم المختلفة اللي إن شاء الله إن شاء الله بتكون صح. هلأ أصدقائي صار الوقت إنه نتحضر ونشوف ريمبو شو مخبي لنا بهالحلقة ونقول له ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب، ريمبو وقف عند اللون الأزرق. يا سلام شو حلو هاللون، واللون الأزرق بيقول هو ظاهرة تنتج عن اهتزاز يصيب طبقات الأرض الداخلية وينتقل تأثيره إلى سطح الأرض، ويحدث بسبب تكسر الصخور نتيجة لضغط داخل الأرض، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة الناس. تقاس شدة هذه الظاهرة على مقياس ريختر. أصدقائي السؤال بيقول ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب الضغط داخل الأرض؟ يلا يا أصدقائي المعلومة بتقول هو ظاهرة تنتج عن اهتزاز يصيب طبقات الأرض الداخلية وينتقل تأثيره إلى سطح الأرض، يحدث بسبب تكسير الصخور نتيجة لضغط داخل الأرض، مما يشكل خطراً كبيراً على حياة الناس. تقاس شدة هذه الظاهرة بمقياس ريختر. ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب الضغط داخل الأرض؟ يلا أصدقائي فكروا كتير منيح. رح ناخذ أول اتصال لهذا السؤال ونقول ألو؟ 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 صديقنا؟ ألو؟ 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 أنا ما عم بسمعك صديقي. ألو؟ للأسف فصل الخط. صديقي أو صديقتي اللي كانوا عم يجربوا يتصلوا رجعوا جربوا كمان مرة. والسؤال يا أصدقائي كان بيقول ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب الضغط داخل الأرض؟ يلا يا أصدقائي فكروا منيح. رح ناخد اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. أهلين. مين معي؟ جولانار. أهلا وسهلا فيكي صديقتي جولانار. ذكريني منين عم تحكي؟ من الشارقة. أهلا وسهلا فيكي وبكل أصدقائنا بإمارة الشارع. خبريني صديقتي عرفتي شو الجواب؟ إيه. شو؟ زلزال. متأكدة؟ إيه. أخذتيه بالمدرسة ولا حدا خبرك؟ لا أخذناه بالمدرسة. طيب شكرا لك يا جولانار وشكرا على إجابتك، يا رب تكون صح. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا وخبرونا شو جواب هالسؤال اللي بيقول ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب الضغط داخل الأرض؟ يلا أصدقائي أكيد كلنا أخذناها بالمدرسة. يا أصدقائي فكروا كتير منيح واسألوا الماما والبابا إذا ما بتعرفوا. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك صديقي المجتهد محمد، كيفك اليوم؟ منيح. خبرني متحمس تشارك معنا؟ نعم. طيب اللي عرفت الجواب؟ ايه. شو؟ زلزال. متأكد؟ ايه. يا سلام عليك يا محمد، شكرا لحماسك وشكرا لإجابتك، يا رب تكون صح. يا أصدقائي سؤالنا لليوم بيحكي عن ظاهرة طبيعية بتصير داخل الأرض لكن تأثيرها بيطلع على سطح الأرض، وهالظاهرة تحدث نتيجة لتكسر الصخور، لكن إذا صارت هاي الظاهرة بتسبب خطر كتير كبير على حياة الناس. بيتم قياس هذه الظاهرة بمقياس ريختر. أصدقائي ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب ضغط داخل الأرض؟ يلا يا أصدقائي هاي الظاهرة كتير منعرفها وكتير منسمع عنها، وريمبو عم يتحداكم عم بيقلي وينهم رفقاتك؟ معقول ما بيعرفوا هذا السؤال؟ يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود معنا لتدخلوا السحب نهار الخميس وتربحوا الباور سكوتر. يلا أصدقائي لا تخلوا ريمبو ياخده. يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم لنعرف شو هي الظاهرة اللي بتصير داخل سطح الأرض وبتصير بسبب تكسر الصخور، وإذا طلعت على سطح الأرض بتشكل خطر على حياة الناس. أصدقائي هاي الظاهرة بيتم قياسها بمقياس ريختر. كثفوا اتصالاتكم واحكوا معنا وشاركونا لحتى نعرف شو هي هاي الظاهرة.
يلا يا أصدقائي وينكن؟ اسألوا الماما والبابا، أنتوا دايماً بتحضرونا معكن الماما أو معكن أخوانكن. يلا أصدقائي، أو في فكرة تانية، إذا كنتوا لحالكن عم تحضرونا فيكن تفتحوا جوجل تكتبوا ما هي الظاهرة التي يتم قياسها بمقياس ريختر. يلا يا أصدقائي. أصدقائي هاي الظاهرة كتير منسمع عنها، وبالمدرسة أخذناها كمان لما كنا صف ثالث أو رابع. أصدقائي يلا شاركوا معنا، وينكن أصدقائي اللي تجاوزوا مرحلة الابتدائي؟ معنا اتصال ومنقول ألو. ألو ألو ألو. أيوة مرحبا، مين معي؟ أنا عادل. عادل أهلا وسهلا فيك صديقنا عادل، منين عم تحكينا؟ أنا من الفجيرة. أهلا وسهلا فيك وبكل أصدقائنا من مرة الفجيرة. خبرني قد ايه عمرك؟ الزلزال قد ايه؟ عمري؟ ما عم بسمعك عادل، شوي وضح صوتك. عمري قد ايه؟ ايه قد ايه عمرك؟ عمري 12 سنة. العمر كله يا رب، يعني بالمدرسة يا عادل، ولازم لازم تكون بتعرف شو جواب هالمعلومة، صح؟ أكيد. طيب قل لي شو الجواب؟ زلزال. عرفته لحالك ولا حدا ساعدك عادل؟ لا لوحدي. لحالك؟ ايوه. طيب شكرا يا عادل، شكرا على اتصالك معنا. يلا اصدقائي انتم كمان شاركوا كتبوا اتصالاتكم، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو 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 الو. مرحبا. الو مرحبا. مرحبتين. مين معي؟ سعود شحي. اهلا وسهلا فيك صديقي سعود، كيفك؟ بخير. خبرني عرفت الجواب؟ ما اعرف. ما بتعرف؟ بشوف ممكن زلزلة؟ زلزال؟ متأكد؟ ما متأكد بس الله. اللي سعود متأكد؟ هي مين قال لك السؤال؟ بروحي. مين؟ بروحي. بروحك. طيب ماشي يا سعود، شكرا لمشاركتك معنا وشكرا لإجابتك. يلا أصدقائي شاركوا معنا، وعادي خلوا أهلكم أو جوجل يساعدكم شوي شوي مو كتير بإجابات هالأسئلة. يلا يا أصدقائي كتفوا اتصالاتكم وخبرونا. أصدقائي بسرعة كتفوا اتصالاتكم، رح يخلص وقت هذا السؤال. يا أصدقائي للأسف خلص الوقت، والسؤال كان بيقول ماذا تسمى الظاهرة الطبيعية التي تحدث بسبب الضغط داخل الأرض؟ أصدقائي اسم هاي الظاهرة هي الزلزال. شكرا لكل اللي شاركوا معنا واللي جاوبونا وطلعت إجاباتهم صح. أما هلأ أصدقائي لا تروحوا بعيد، خليكن عم تحضروا رينبو، بس رح نطلع بريك صغير. أهلا وسهلا فيكن من جديد أصدقائي من بعد هالفاصل. بدي أذكركن تكتبوا اتصالاتكن وتشاركوا معنا لتدخلوا السحب نهار الخميس وتربحوا الباور سكوتر. أصدقائي كتبوا اتصالاتكن على الرقم الموجود قدامكن وشاركوا معنا لحتى تعرفوا ريمبو شو مخبيلنا معلومات. هلأ صار وقت نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. يا سلام ريمبو وقف عند اللون الأصفر، خلينا نشوف اللون الأصفر شو عم بيقول. هي وحدة قياس تستخدم للمسافات الكبيرة والبعيدة جدا كالمسافة بين الأرض والنجوم، وتعرف على أنها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، حيث تبلغ سرعة الضوء 300,000 كيلومتر في الثانية، يعني بالدقيقة 18 مليون كيلومتر، حيث لا توجد أي وحدة قياس أسرع منها في الكون. أصدقائي السؤال بيقول ماذا تسمى وحدة قياس المسافات بين النجوم؟ يلا يا أصدقائي الحلوين اليوم رح نسافر للنجوم ونعرف شو اسم وحدة القياس اللي بتقيس المسافات بين النجوم. وحدة هالقياس تستخدم للمسافات الكبيرة والبعيدة جدا كالمسافة بين الأرض والنجوم، وتعرف على أنها المسافة التي يقطعها الضوء في سنة واحدة، حيث تبلغ سرعتها 300,000 كيلومتر في الثانية، أي 18 مليون كيلومتر بالدقيقة. ما في أي وحدة قياس أسرع منها بالكون. يلا يا أصدقائي فكروا كتير 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 منيح واسألوا الماما والبابا أو حتى جوجل. يلا أصدقائي رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو
الو 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 اصدقائي الو يا اصدقائي الو 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 مرحبا مرحبا مين معي؟ انا احمد. اهلا وسهلا فيك صديقنا احمد، منين عم تحكينا؟ من الفجيرة. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا بمارة الفجيرة. خبرني احمد، عرفت شو الجواب؟ ايوه عرفت. شو؟ سنة ضوئية. متأكد؟ ايوه متأكد. لحالك عرفته ولا حدا ساعدك؟ لا لوحدي. لحالك؟ اه. شكرا يا احمد، اخذت اجابتك السنة الضوئية، يا رب تكون صح. يلا يا اصدقائي شاركوا معي واتصلوا فيني بحماس اكبر واكثر من هيك بكثير. اصدقائي السؤال بيقول: ماذا تسمى وحدة قياس المسافات بين النجوم؟ يمكن اذا كتبتوا هالسؤال على جوجل بيقدر يطلع لكم الجواب اللي اكيد صح واللي رح تقدروا فيه تربحوا الباور سكوتر. يلا يا اصدقائي فكروا كثير منيح وكثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لحتى تشاركوا معنا وتعرفوا شو جواب هالمعلومات اللي عم يطرحها علينا ريمبو. يلا يا اصدقائي رح ناخذ هذا الاتصال ونقول الو. الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ خالد. مين؟ خالد. اهلا وسهلا فيك خالد، منين عم تحكينا؟ من الفجيره. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا بمارة الفجيره. خبرني خالد، عرفت الجواب؟ ان شاء الله. شو؟ السنة الضوئية. متأكد؟ متأكد. شكرا يا خالد، اخذت اجابتك السنة الضوئية، يا رب تكون صح. كمان اتصال اصدقائي ونقول الو. الو الو مرحبا، مين معي؟ سليمان الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي سليمان، كيفك اليوم؟ الحمد لله. الحمد لله، اللي عرفت الجواب؟ السنة الضوئية. يا سلام على الحماس، متأكد؟ متأكد. قل لي سليمان، حدا ساعدك ولا أنت أخذتها من المدرسة؟ ولا من جوجل؟ حد ساعدني. مين ساعدك؟ أمي. أحلى تحية للماما، قل لي شكرا كثير للماما إنك ساعدتيني، يا رب يطلع الجواب صح، شكرا لك يا صديقي. كمان اتصال ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ جنة محي الدين. مين؟ جنة محي الدين. اهلا وسهلا فيكي صديقتي، وينك من زمان ما شفناكي ولا اتصلتي فينا؟ الحمد لله. الحمد لله يا رب. خبريني صديقتي، عرفتي الجواب؟ السنة الضوئية. متأكدة؟ حدا ساعدك؟ مين؟ مين؟ ماما. الله يخلي لك الماما، شكرا لك يا جنة، وجهي تحية كثير كبيرة للماما. رح ناخذ كمان اتصال اصدقائي ونقول الو. الو. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ مؤيد الامين. اهلا وسهلا فيك نجم الاسبوع صديقي مؤيد، كيفك؟ الحمد لله. خبرني عرفت الجواب؟ المسافه السنه الضوئيه. حدا ساعدك؟ مين؟ ابوي. الله يخلي لك البابا، قال له شكرا كثير كثير للبابا، شكرا لك يا مؤيد، اخذت اجابتك يا رب تكون صح. يلا يا اصدقائي انتم كمان شاركوا معنا، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ عمر محي. مين؟ عمر محي. اهلا وسهلا فيك عمر، كيفك؟ الحمد لله. اللي منين عم تحكينا؟ شو؟ من وين عم تحكينا؟ من الامارات. اكيد من الامارات، كلنا عم نحكي من الامارات. منين بالضبط؟ من الامارات، من الفجيره. اهلا وسهلا فيكم بكل اصدقائنا من مارة الفجيره. خبرني عمر، عرفت الجواب؟ السنة الضوئية. متاكد؟ ايه. مين عم يساعدك؟ انا اللي عرفت. انت اللي عرفت، يا سلام، شو هالعمر الشاطر كثير، شكرا يا عمر، اخذت اجابتك يا رب تكون صح. كمان اتصال اصدقائي ومنقول الو. الو. مرحبا. أهلين. مين معي؟ جلنار. أهلا وسهلا فيكي صديقتي جلنار، كيفك؟ منيحة. خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ السنة الضوئية. حدا ساعدك؟ لا. لحالك؟ لا، طلعت من جوجل. يا سلام، شكرا يا جلنار، أخذنا إجابتك يا رب تكون صح. كمان اتصال أصدقائي ومنقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ زايد الأمين. اهلا وسهلا فيك صديقي زايد، خبرني عرفت الجواب؟ السنة الضوئية. متأكد؟ خبرني اياها هيك شوي بحماس زايد. السنة الضوئية. يا سلام، عرفتها لحالك ولا طلعتها من جوجل؟
زايد زايد شكله في حدا ساعدك يا زايد. بكل الأحوال شكرا لمشاركتك معنا، أخذنا إجابتك. أصدقائي للأسف انتهى وقت هذا السؤال اللي كان بيقول ماذا تسمى وحدة قياس المسافات بين النجوم؟ صح يا أصدقائي، كل إجاباتكم كانت صح، اسمها السنة الضوئية. شكرا لكل اللي شاركوا معنا. هلأ من جديد صار لازم نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. يا سلام، ريمبو وقف عند اللون البرتقالي اللي بيقول من أكثر الأدوات وأشهرها، تستخدم في الكتابة والطباعة لتظهر النصوص بشكل واضح، ويستخدم إما بواسطة الأقلام أو بواسطة الريشة أو الفرشاة، أي متعددة الألوان. في منها كتير ألوان، الأحمر والأخضر والأزرق والأسود، حيث كان يؤخذ اللون من التوت أو أي عشبة أخرى ذات لون واضح. سؤال يا أصدقائي بيقول ما هي المادة التي تستخدم في الكتابة والطباعة ولها عدة ألوان؟ يلا يا أصدقائي، نحن كل يوم نستخدم هاي المادة بالمدرسة وبالبيت كمان لما نحل الواجبات. المعلومة أصدقائي بتقول من أكثر الأدوات وأشهرها، تستخدم في الكتابة والطباعة لتظهر النصوص بشكل واضح، يستخدم إما بواسطة الأقلام أو الريشة أو الفرشاة، وهي كمان متعددة الألوان، في منها الأحمر والأخضر والأزرق والأسود. كانت تأخذ الألوان إما من التوت أو حتى من أي عشبة تانية لونها واضح. رح ناخد أول اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، اللي عرفت الجواب؟ إيه الحبر. متأكد؟ نعم. لا؟ نعم. نعم، طب قلي انت اي لون من الحبر بتستخدم؟ اي لون بتحب تكتب فيه؟ لون الحبر. لون الحبر يعني اللون الازرق صح؟ صح. طيب يا محمد قلي حدا ساعدك؟ لا. شكرا لك صديقي، اخذت اجابتك يا رب تكون صح. كمان اتصال اصدقائي ومنقول الو. الو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا فيكي صديقتي سليمة. أول شيء اسمعيني من التليفون مو من التلفزيون، تمام؟ أوكي. تمام، شكرا لك. إلي اللي عرفتي الجواب؟ الحبر. متأكدة؟ بعد. حدا ساعدك ولا لحالك عرفتي؟ لحالي. يا سلام عليك يا سليمة، أخذت إجابتك يا رب تكون صح، شكرا لمشاركتك. يلا يا أصدقائي كمان اتصال ومنقول ألو. ألو. مرحبا. مرحبا. مين معي؟ جنة محي الدين. أهلا وسهلا فيك صديقتي جنة، قولي لي عرفتي الجواب؟ الحبر. أعطيني إياها هيك بحماس أكثر شوي. الحبر. متأكدة؟ تمام يا جنة، شكرا لك، أخذنا إجابتك يا رب تكون صح. يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا. ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ أنا أمين. مين؟ علي أمين. أهلا وسهلا فيك صديقي علي، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، اللي عرفت الجواب؟ شو؟ الحمد. يا سلام على الحماس، مين عم يغششك علي؟ قلي علي. للأسف شكله علي راح، بس أخذنا إجابته يا رب تكون صح. كمان أصدقائي ضلكم عم تتصلوا فينا؟ راح علي. ضلكم عم تكتفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم. راح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. 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 مرحبا. أهلا. مين معي؟ جلنار. أهلا وسهلا فيك صديقتي المجتهدة دائما جلنار، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ الحبر. متأكدة؟ إيه. أعطيني إياه بحماس لكان. الحبر. لا أكثر. حبر. خلي كل الجيران يسمعوا. حبر. طيب يا جلنار شكرا لمشاركتك، رح ناخذ كمان اتصال يا أصدقائي ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد عماد. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، كيفك اليوم؟ صديقي اسمعني من التليفون مو من التلفزيون.
محمد عم تسمعني؟ ايوه. اوكي خفف شوي صوت التلفزيون واسمعني من التليفون. اوكي اوكي يلا خبرني، عرفت شو الجواب؟ شو الجواب كمان مرة؟ للأسف محمد راح، رجع حاول كمان تصل فينا لحتى نعرف شو إجابتك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيكي صديقتي هديل، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، قليل عرفت شو الجواب؟ الحبر. متأكدة؟ متأكدة. حدا ساعدك ولا لحالك عرفتي؟ لحالي. شطورة هديل، أعطيني إياها بحماس أكثر، أنت متأكدة؟ الحبر. يا سلام عليكي، شكرا لمشاركتك يا هديل. رح ناخذ كمان اتصال أصدقائي ونقول ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ سليمان الأمين. أهلا وسهلا فيك صديقنا سليمان، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، اللي عرفت الجواب؟ الحبر. متأكد؟ متأكد. طيب يا سليمان شكرا لمشاركتك، رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ هاجر. يا سلام، كيفك يا هاجر؟ خير الحمد لله يا رب. إلي عرفتي الجواب؟ هيه. شو؟ الحبر. الله الله على حماسك هاجر، إلي لحد ساعدك ولا لحالك عرفتي؟ بروحك. طيب شكرا لك يا هاجر وشكرا لمشاركتك معنا. يلا يا اصدقائي كثفوا اتصالاتكم لانه صار رح يخلص وقت هذا السؤال، على الاغلب خلص. 4 3 2 1. يا اصدقائي للاسف خلص وقت هذا السؤال اللي كان بيقول ما هي المادة التي تستخدم في الكتابة والطباعة ولها عدة ألوان؟ طبعاً أصدقائي صح الجواب كان الحبر، ألف مبروك لكل اللي شاركوا معنا، دخلتوا معنا السحب نهار الخميس. هلأ كمان مرة لا تروحوا بعيد، رينبو عم يتحدانا، رح نطلع بريك قصير ونرجع لكم. اهلا وسهلا فيكم من جديد اصدقائي من وين ما كنتوا عم تحضرونا، لا تنسوا تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوا معنا لتدخلوا السحب نهار الخميس وتربحوا هالباور سكوتر. اما هلا من جديد لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. يا سلام ريمبو وقف عند اللون البنفسجي، ودائما اللون البنفسجي بخبي لنا معلومات مميزه. اللون البنفسجي بيقول هي من اشهر الالعاب الرياضيه الجماعيه، حيث تكون بين فريقين ويتكون كل منهما من 11 لاعبا. تلعب هذه الرياضه في ملعب مستطيل الشكل مع مرمى بكل جهه. الهدف من اللعبه هو احراز الاهداف بركل الكره داخل المرمى. سؤال يا أصدقائي بيقول ما هي اللعبة الرياضية الشهيرة والتي يتألف فريقها من 11 لاعب؟ يلا أصدقائي هذا السؤال كتير سهل، لازم كلكم تعرفوا، وأنا بعرف أنه لما تكون الأسئلة رياضية كلكم بتشاركوا وكلكم بتصيروا شاطرين. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا لنعرف شو هي أشهر لعبة رياضة بيلعبوها فريقين. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. ألو مرحبا، مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيكي صديقتي هديل، كيفك؟ الحمد لله. الحمد لله، قولي لي عرفتي شو الجواب؟ الكرة. متأكدة؟ متأكدة. طب هي كرة شو؟ لأنه في كرة يد، في كرة قدم، في طائرة. قدم. القدم، بتلعبي كرة قدم هديل؟ لا. طيب شكرا لك صديقتي، رح اخذ اجابتك يا رب تكون صح. يلا يا اصدقائي كثفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا لنعرف شو هي اشهر لعبه من الالعاب الرياضيه. رح ناخذ هالاتصال ونقول الو. الو مرحبا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ مؤيد الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي مؤيد، وطي صوت التلفزيون مؤيد واسمعني من التليفون. اوكي اوكي. طيب خبرني عرفت شو الجواب؟ اه. شو؟ كرة القدم. تلعب كرة القدم؟ اه. شاطر هيك مثل ميسي وكريستيانو؟ اه.
طيب يا مؤيد، رح اخذ اجابتك يا رب تكون صح. كمان اتصال يا اصدقائي ومنقول الو. الو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مين معي؟ هاجر. اهلا وسهلا فيكي صديقتي هاجر، خبريني عرفتي شو الجواب؟ ايه. شو؟ كرة القدم. متأكدة؟ ايه. طيب حماس، بدي شوية حماس أكثر هاجر. كرة القدم. يا سلام عليكي، خبريني بتلعبي كرة القدم ولا بتلعبي رياضة ثانية؟ كرة القدم. تلعبيها، برافو عليكي، وانا كمان لما كنت صغيره كنت العبها. شكرا لك يا هاجر، رح اخذ اجابتك يا رب تكون صح. اصدقائي كثفوا اتصالاتكم معنا لتعرفوا شو نوع هالرياضه. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ اهلا، اسمي جولانار. اهلا وسهلا فيكي صديقتي جولانار، خبريني عرفتي الجواب؟ شو؟ كرة القدم. متأكدة؟ ايه. تلعبيها ولا لا؟ يعني أحياناً. أحياناً لحالك ولا مع فريق كبير؟ مع فريق كبير يعني. يا سلام عليكم. أحياناً بلعب مع بابا. مع مين؟ مع بابا. الله يخلي لك البابا يا جولانار، أكبر تحية له. شكراً لك وشكراً لاتصالك. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا، رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ سليمة. اهلا وسهلا فيكي صديقتي سليمة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ كرة القدم. متأكدة؟ بعرف. بتحبيها ولا لا؟ بعرف. بتحبيها؟ بتعرفي تلعبيها منيح؟ بعرف. شكرا يا سليمة، رح اخذ اجابتك يا رب تكون صح. كمان اتصال يا اصدقائي ورح نقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ زايد الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني عرفت الجواب؟ كرة القدم. متأكد؟ آه. تعرف تلعبها ولا لا؟ بعرف. كل يوم؟ آه. كل يوم تلعبها؟ آه. طيب زايد، خبرني أنت حارس مرمى ولا هجوم ولا دفاع ولا شو؟ دفاع. دفاع، يا سلام عليك يا صديقي، رح أخذ إجابتك يا رب تكون صح. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا كمان مرة، رح نقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ صالح عبد الحكيم. مين؟ صالح عبد الحكيم. أهلا وسهلا فيك يا صالح، منين عم تحكينا؟ فجيرة. تحية لكل أصدقائنا بإمارة الفجيرة، خبرني عرفت الجواب؟ كرة القدم. متأكد؟ نعم. طيب يا صالح شكرا لك، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. الو، مرحبا، مين معي؟ محمد عينان. يا اهلا وسهلا فيك يا صديقي، خبرني عرفت الجواب؟ كرة القدم. يا سلام، شو هالحماس كله هاد. طيب يا محمد، قلي بتعرف تلعب كرة القدم ولا مو كتير؟ كتير. كتير، يا سلام عليك، شفتوا عنا بطل. شكرا يا محمد، رح ناخذ اجابتك. كمان اتصال اصدقائي ومنقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ هاي الامين. اهلا وسهلا فيك يا صديقي، عرفت الجواب؟ يلا يلا. كرة القدم. شو؟ كرة القدم. يا سلام، كرة القدم. طيب عيدها كمان مرة لشوف. شكرا لك يا صديقي، عم يلحن لي الاجابات. اصدقائي للاسف رح يخلص وقت هذا السؤال. خلص الوقت يا اصدقائي، السؤال كان بيقول ما هي اللعبه الرياضيه الشهيره التي يتالف فريقها من 11 لاعب؟ وصح اصدقائي هي كره القدم. الف مبروك لكل اللي شاركوا معنا وكل اللي تحمسوا باجاباتهم وخصوصا اللي لحنوا لنا اياها. اما هلا من جديد صار لازم نقول ابدا يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف عند اللون الأزرق، خلينا نشوف الأزرق شو عم يحكي. من الحيوانات الأليفة الثدية والسريعة، وتعيش على شكل قطعان ولا تعيش منفردة أبدا، وهو معروف برشاقته وجماله ورقته، كما تغنى بها الشعراء وبصفاته المميزة. له عينان واسعتان سوداوان وقرون سوداء ملساء. سؤال أصدقائي بيقول ما هو الحيوان الأليف الذي يتصف بالرشاقة والسرعة والجمال؟
يلا يا أصدقائي محبي الحيوانات، كلكم لازم تعرفوا مين هالحيوان الجميل. أصدقائي كثفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم لتدخلوا السحب نهار الخميس وتربحوا الباور سكوتر. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا لحتى نعرف من هو الحيوان الأليف الذي يصف بالرشاقة والسرعة والجمال. رح ناخذ أول اتصال لهذا السؤال ونقول ألو. ألو؟ ألو؟ مرحبا. مرحبا. مين معي؟ محمد عماد. أهلا وسهلا فيك صديقي محمد المتحمس دائما. قلني محمد عرفت شو الجواب؟ محمد اسمعني من التليفون مو من التلفزيون. أنا مازالة. يا سلام على حماسك يا محمد، شكرا لاتصالك ولحماسك، يا رب يكون جوابك صح. كمان اتصال أصدقائي منقول ألو. ألو. مرحبا. أهلا. مين معي؟ جلنار. أهلا وسهلا فيك جلنار، خبريني عرفتي الجواب؟ إيه. شو؟ الغزال. عرفتي لحالك ولا حدا ساعدك؟ حدا ساعدني. مين؟ ماما. الله يخلي لك الماما يا جلنار، خبريني شو أكتر حيوان بتحبيه؟ الأرنب. يا سلام على الأرانب، شكرا يا جلنار، رح ناخذ إجابتك يا رب تكون صح. يلا يا أصدقائي رح أعيد لكم السؤال اللي خبالنا يا اللون الأزرق اللي كان بيقول ما هو الحيوان الأليف الذي يتصف بالرشاقة والسرعة والجمال؟ يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم وخبروني شو الحيوانات اللي بتحبوها. يلا أصدقائي اتصلوا على الرقم الموجود قدامكم وخبرونا. رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ سليمة. أهلا وسهلا فيكي صديقتي سليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ نعم. شو؟ الغزالة. طيب قولي لي شو الحيوان اللي انت بتحبيه؟ شو؟ الغزالة. بتحبي الغزال كمان؟ نعم. طيب يا سليمة شكرا لمشاركتك معنا، يا رب يطلع جوابك صح. كمان مرة منقول ألو أصدقائي. ألو. زايد الأمين. أهلا وسهلا فيك صديقي زايد، اللي عرفت الجواب؟ الغزال. متأكد؟ متأكد. أعطيني إياه بحماس أكثر. الغزال. شكرا يا زايد وشكرا لاتصالك، يا رب يكون جوابك صح. يلا يا أصدقائي كثفوا اتصالاتكم لنعرف من هو الحيوان الأليف الذي يتصف بالرشاقة والجمال. يلا يا أصدقائي اتصلوا فينا لحتى نعرف من هو هذا الحيوان اللي خبالنا يا اللون الأزرق، وكمان خبروني شو أكثر حيوانات بتحبوها. رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ هديل. أهلا وسهلا فيكي صديقتي هديل، قولي لي عرفتي الجواب؟ الغزال. متأكدة؟ متأكدة. طب قولي لي شو أكثر حيوان بتحبيه؟ الأرنب. يا سلام يا سلام على محبي الأرانب، شكرا يا هديل وشكرا لاتصالك. كمان اتصال أصدقائي منقول ألو. ألو. مرحبا مين معي؟ سليمان. أهلا وسهلا فيك صديقي، خبرني عرفت الجواب؟ الغزال. متأكد؟ متأكد. أعطيني إياه بحماس أكثر. الغزال. يا سلام عليك يا صديقي، شكرا لاتصالك. كمان اتصال أصدقائي منقول ألو. ألو. ألو ألو ألو. رح عيد السؤال أصدقائي، ما هو الحيوان الأليف الذي يتصف بالرشاقة والسرعة والجمال؟ يلا يا أصدقائي شاركوا معنا، رح ناخذ هذا الاتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا. الجواب هو الغزال، وأنا بحبك كثير لأنك أمورة. حياتي وأنا بحبك كثير، بس خبريني مين معنا؟ سارة. اهلا وسهلا فيكي صديقتي ساره، انت بتتصلي فينا بس كثير قليل، انت عم تحكينا من دبي صح؟ ايه. شفتيني انا بحبك كمان؟ شكرا لاجابتك يا ساره. اصدقائي باي باي. اصدقائي كثفوا اتصالاتكم وشاركوا معنا لحتى نعرف. ساره اخر اتصال جاوبتنا انه الغزال. ساره انت بعدك معي؟ ايه. قولي لي شو جوابك؟ الغزال. اه صح، انت قلتي لي مرحبا الجواب الغزال صح؟ طيب يا ساره شكرا لاجابتك. كمان اتصال اصدقائي منقول الو. 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 مرحبا مين معي؟ مؤيد الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي مؤيد، اللي عرفت الجواب؟
الغزال. متأكد؟ آه. شكرا لك يا مؤيد. رح ناخذ كمان سؤال اصدقائي قبل ما يخلص وقت هذا السؤال ومنقول الو. السلام عليكم، اسمي محمد صالح، اجابتي الغزال. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيك يا محمد. رح ناخذ إجابتك يا رب تكون صح. أصدقائي للأسف شكل وقت هذا السؤال بلش يخلص. 3 2 1. أصدقائي للأسف خلص وقت هذا السؤال اللي كان بيقول ما هو الحيوان الأليف الذي يتصف بالرشاقة والسرعة والجمال؟ وصح الحيوان هو الغزال. شكرا لكل اللي شاركوا معنا بهذا السؤال. يا أصدقائي لا تنسوا تكثفوا اتصالاتكم وتشاركوا معنا على الرقم الموجود قدامكم. أما هلأ من جديد رح نقول ابدأ يا ريمبو. ريمبو ستوب. ريمبو وقف كمان مرة عند اللون الأزرق، واللون الأزرق يا أصدقائي بيقول أكلة عربية أسيوية وهندية تصنع من القمح المغلي المهروس أو المطحون مخلوط باللحم، قوامه يكون متماسكا وهي منتشرة بشكل أكبر في الخليج. في الخليج العربي تحضر غالبا في شهر رمضان أو الأعياد أو المناسبات السعيدة كالزواج وعيدي الفطر والأضحى. سؤال أصدقائي بيقول ما اسم الأكلة المنتشرة في دول الخليج العربي وتصنع من القمح المخلوط باللحم؟ يلا يا أصدقائي كتبوا اتصالاتكم وشاركوا معنا لحتى نعرف شو هالأكلة اللي بناكلها كتير بدول الخليج. رح ناخذ أول اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد. أهلا وسهلا فيك صديقنا محمد، كيفك؟ تمام. منين عم تحكينا؟ من الفجيرة. اهلا وسهلا فيك وبكل اصدقائنا من مرت الفجيرة. خبرني عرفت الجواب؟ الهريس. متاكد؟ ايه. بتحب الهريس ولا مو كثير؟ كثير طيبه. طيب شكرا لك يا محمد، اخذنا اجابتك الهريس، يا رب تكون صح. كمان مره اصدقائي رح نقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ هديل. اهلا وسهلا فيك صديقتي هديل، خبريني عرفتي الجواب؟ الهريس. متاكده ولا مو كثير؟ متأكدة. طيب شو الحلويات اللي بتحبي تاكليها؟ نعم. شو الحلويات اللي بتحبي تاكليها؟ خبريني صديقتي. للأسف هديل. هديل عم تسمعيني لسه؟ الهريس والجيمات. يا سلام عليكي، شكرا لك يا صديقتي. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو. مرحبا، مين معي؟ سليمة. اهلا وسهلا فيكي صديقتي سليمة، خبريني عرفتي الجواب؟ الهريس. متأكدة؟ نعم. شكرا لك يا صديقتي، اخذت اجابتك يا رب تكون صح. يلا يا اصدقائي كتفوا اتصالاتكم على الرقم الموجود قدامكم وخبروني شو اجاباتكم. اصدقائي ما اسم الاكلة المنتشرة في دول الخليج العربي وتصنع من القمح المخلوط باللحم؟ يلا يا أصدقائي شاركوا معنا، رح ناخذ اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد الأمين. أهلا وسهلا فيك صديقي محمد، اللي عرفت الجواب؟ الهريس. متأكد؟ متأكد. طب اللي أنت آخر مرة أكلت فيها هريس؟ محمد شكله من زمان كتير ما أكل هريس. يلا يا أصدقائي أنتوا كمان اتصلوا فينا وشاركوا لحتى تعرفوا شو هي هاي الأكلة. رح ناخد كمان اتصال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ جنة. مين؟ جنة. أهلا وسهلا فيكي صديقتي جنة، خبريني عرفتي شو الجواب؟ الهريس. متأكدة؟ آه. أمتى آخر مرة أكلتي هريس؟ في رمضان. في رمضان؟ أوه من زمان. يلا رمضان كمان قرب رح نرجع ناكل هريس. شكرا يا صديقتي وشكرا لإجابتك. رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مين معي؟ محمد صالح. أهلا وسهلا فيك صديقي محمد، اللي عرفت الجواب؟ الهريس. محمد دايما بيحكي بيقلنا اسمه بيقلنا شو الجواب دغري. شكرا لك يا محمد وشكرا لمشاركتك. يلا يا أصدقائي شاركوا معنا وكثفوا اتصالاتكم، رح ناخذ هذا الجواب هذا الاتصال لهذا السؤال ونقول ألو. ألو. مرحبا، مين معي؟ محمد عماد. أهلا وسهلا فيك صديقي محمد، اللي عرفت شو الجواب؟
صديقي اسمعني من التليفون مو من التلفزيون، اللي شو اجابتك؟ الهريس. يا سلام على الحماس، شكرا يا صديقي. رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو الو، مرحبا، مين معي؟ سعيد الامين. اهلا وسهلا فيك صديقي، اللي عرفت الجواب؟ الهريس. بتحب تاكل هريس ولا مو كثير؟ بحبه. طيب يا صديقي شكرا لمشاركتك، رح ناخذ كمان اتصال ونقول الو. الو، مرحبا، مين معي؟ جولانار. جولانار، اهلا وسهلا فيكي صديقتي، خبريني عرفتي الجواب؟ شو؟ الهريس. بتحبي تاكلي هريس ولا مو كثير؟ مو كثير. بتحبي؟ لا مو كثير. مو كثير، طيب يا صديقتي شكرا لك وشكرا لمشاركتك، رح عادلكم يا اصدقائي معلومتنا اللي خبالنا اياها اللون الازرق لليوم. أكلة عربية آسيوية وهندية تصنع من القمح المغلي المهروس أو المطحون المخلوط باللحم، قوامه يكون متماسكا وهي منتشرة بشكل أكبر في دول الخليج العربي، تحضر غالبا في شهر رمضان والأعياد والمناسبات السعيدة كالزواج وعيدي الفطر والأضحى. سؤال أصدقائي بيقول ما اسم الأكلة المنتشرة في دول الخليج العربي وتصنع من القمح المخلوط باللحم؟ رح ناخذ هالاتصال ونقول ألو. ألو، مرحبا، مين معي؟ علي أمين. مين؟ علي أمين. أهلا وسهلا فيك علي، قلي شو جوابك؟ الهادي. يا سلام عليك، شكرا لك يا صديقي، رح ناخذ كمان اتصال ونقول ألو. ألو 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 ألو، للأسف أصدقائي شكلهم قطع الخط ورح يخلص وقت هذا السؤال. وان خلص الوقت للأسف يا أصدقائي، السؤال كان بيقول ما اسم الأكلة المنتشرة في دول الخليج العربي وتصنع من القمح المخلوط باللحم؟ صح أصدقائي هالأكلة اسمها الهريس، شكرا لكل اللي شاركوا معنا وعرفوا الإجابات الصح. أما هلأ أصدقائي بدي لكم دايما تتصلوا فينا كل أحد وثلاثة وخميس لحتى تجاوبوا على أسئلتنا. هلأ صار وقت أنا وريمبون لكم، باي باي.